ينضم إلينا من القاهرة مباشرة الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية. بعد التحية دكتور أسامة، سوف تظل مصر هي الداعم الأكبر عبر عصور طويلة للقضية الفلسطينية، فكيف ترى رؤية مصر ودورها في مساندة القضية الفلسطينية على مر العصور؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، ونترحم على شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق وندعو لمصابيهم بالشفاء العاجل. أعتقد أن مصر هي الدولة الأهم والأكثر التي تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدى عقود. مصر شاركت في كل الحروب التي شاركت فيها، كانت القضية الفلسطينية جزءا من هذه المعارك. مصر أيضا عندما لجأت إلى اعتماد خيار السلام كانت القضية الفلسطينية جزءا من أولويات الدولة المصرية عندما لجأت إلى هذا الخيار. مصر هي الدولة التي احتضنت القضية الفلسطينية بكل تنوعاتها. منظمة التحرير الفلسطينية أنشئت بدعم مصري، كل الفصائل الفلسطينية حظيت بدعم ومساندة من الشعب المصري. القضية الفلسطينية كانت على رأس أولويات القيادة المصرية في كل العصور. مصر التي حافظت على مقدرات الشعب الفلسطيني، تدخلت في كل موقف وفي كل أزمة لاحتواء هذه الأزمات ووقف التصعيد ووقف إطلاق النار وحماية أو وقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني. نتذكر أيضا أن مصر هي التي تحملت العبء التاريخي للدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية. هذا ليس سوى جزء من العمل المصري الدؤوب، ولكن أيضا مصر على المستوى الرسمي دافعت وساندت القضية الفلسطينية. ونتذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم إعمار غزة بأكبر منحة في تاريخ هذا القطاع. قدمت مصر حوالي 500 مليون دولار لدعم وإعادة إعمار قطاع غزة، وبدأت تبني بالفعل مدنا لإسكان أهالي القطاع الذين دمرت العدوانات الإسرائيلية المتتالية مساكنهم. مصر هي التي أدخلت المساعدات الإنسانية وساهمت في دعم القطاع وإبقائه على الحياة. رأينا منذ شهور مصر تستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني وهو يبحث كيف يمكن زيادة الدعم المصري للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. رأينا كيف قدم أمناء عموم الفصائل الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس الشكر والتقدير لدور مصر التاريخي في مساندة القضية الفلسطينية عندما عقدوا اجتماعهم قبل أسابيع في مدينة العالمين الجديدة. مصر اليوم أيضا تقف كحائط صد أمام كل محاولات تغييب القضية الفلسطينية. مصر تقف كحصن أمان ومرتكز مهم للغاية للدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. وأعتقد أن من يتابع ما التحركات المصرية الاستباقية التي حذرت من هذا السيناريو يدرك أن مصر كانت لديها رؤية ثاقبة وكان لديها استشراف لما سيحدث في المنطقة جراء الاستفزازات الإسرائيلية، جراء الممارسات المنفرطة من كل التزامات قانونية وأخلاقية من قبل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. مصر ساهمت بدعم وتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية في التوصل لتفاهمات أمنية تجنب المنطقة هذا المنزلق الخطير، ولكن للأسف الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بأي تعهدات وهي التي قادت إلى هذا الوضع الفوضوي في المنطقة والذي يهدد بتداعيات كارثية على المنطقة برمتها. إذن منذ العام 2014 دكتور أسامة، كما تعلم مصر تحاول إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء، فكيف ترى هذا الدور المصري في هذه المرحلة وأيضا المحددات التي تحكم دوره في القضية الفلسطينية منذ عام 2014 إلى الآن؟ يعني أولا مصر تنطلق في دورها خاصة في الملف الفلسطيني من مجموعة من الثوابت. أولها أن القضية الفلسطينية هي قضية حق مشروع تتوافق مع كل المواثيق الدولية، ومصر عندما تتحرك في الملف الفلسطيني هي لا تتحرك بمنطق الوسيط أو بمنطق المنحاز، ولكنها تتعامل مع قضية لها بعد قانوني وحقوقي وإنساني بالغ الأهمية. مصر عندما تتحرك في هذا الملف تتحرك من ثوابتها التاريخية
التاريخية، ثوابتها القومية، ثوابتها أيضا الإنسانية تجاه شعب عربي مسلم مسالم مدني يدافع عن حقه في التخلص من أقدم احتلال على وجه الأرض. وبالتالي مصر تتحرك من مجموعة من الثوابت الإنسانية. لكن دعني أشير أيضا إلى أن مصر تلتزم التزاما كاملا بالمواثيق الدولية، ولا تدعو سوى إلى إقرار هذه المواثيق وتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. مصر عندما تتحرك تتحرك بشكل واضح يتعامل مع الشعب الفلسطيني باعتباره شعبا شقيقا، تتعامل أيضا مصر مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحكم وتدار من خلال القانون الدولي. مصر عندما تتحدث في المحافل الدولية تتحدث من خلال رؤية واضحة لحقوق الشعب الفلسطيني. وأعتقد أن السنوات التسع الماضية كانت شاهدة على كم التحرك وعلى حجم التحرك المصري إزاء القضية الفلسطينية. إذا ما نظرنا إلى عدد اللقاءات التي استضافتها القاهرة لقيادات الشعب الفلسطيني، نعم، سواء من السلطة الفلسطينية أو من قادة الفصائل، التنسيقات المستمرة مع كل الأطراف، التدخلات، وخاصة في مسار يعني المصالحة الوطنية بين هذه الفصائل. دكتور أسامة، مسار المصالحة الوطنية والتكاتف بين هذه الفصائل هو دور مهم اتخذته القاهرة في السنوات الأخيرة. صحيح، وهذا دور مقدر للغاية من قبل الشعب الفلسطيني، لأن الرؤية المصرية أولا تعتمد على أهمية إحلال التهدئة والاستقرار في هذه المنطقة. القاهرة تنطلق من رؤية واضحة أن الاستقرار والهدوء والسلام مصلحة للجميع، مصلحة لجميع الأطراف. ومن هذا المنطلق تأتي مساعي القاهرة سواء على المستوى الفلسطيني أو على مستوى التشاور المستمر مع القوى الإقليمية والدولية. مسار المصالحة الفلسطينية في تقديري كان أولوية بالنسبة للقاهرة. القاهرة كانت ترى أن توحيد الصف الفلسطيني هو مصلحة وطنية فلسطينية بالأساس، حتى تكون كل قدرات الشعب الفلسطيني مكرسة لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني، وهو إقامة وبناء دولة قابلة للحياة وقادرة على تلبية طموح وأحلام الشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق استضافت القاهرة عشرات اللقاءات وأجرت مئات الاتصالات مع كل القوى المختلفة من أجل توحيد الصف الفلسطيني، من أجل تقريب وجهات النظر، من أجل تقليل الفجوات الموجودة في مواقف العديد من الأطراف الفلسطينية. وكان هذا المنظور هو المنظور في تقدير المقبول بالنسبة لكل الأطراف الفلسطينية. القاهرة تقف دائما على طرف أو على مسافة واحدة من كل الأطراف، لا تنحاز إلى طرف، لا تتدخل في القرار الوطني الفلسطيني، لكنها توفر الهدوء وتوفر الفرصة وتوفر الدعم السياسي والدعم الإنساني الذي يمكن أن يدفع به الأطراف الفلسطينية المختلفة إلى كلمة سواء تدعم المشروع الوطني الفلسطيني وتصب في مصلحة حلم بناء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة. ودعني أشير أيضا إلى أن مصر إنسانيا أيضا تقدم دعما لا نهائيا للشعب الفلسطيني. صحيح. وفي كل المواقف الصعبة كانت مصر هي الظهير وهي السند وهي الملاذ للشعب الفلسطيني. نعم. انظر كيف داوت مصر جراح الفلسطينيين في كل عدوان قامت به إسرائيل. انظر نعم. إلى حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية والدعم غير المتناهي. صحيح. الذي قدمته القاهرة للأشقاء في فلسطين.